شو الاخبار يا جماعه؟ نوفمبر معاكم بحلقه اليوم لعب جي تي اي. اليوم في تحديث جديد نزل على اللعبه اللي هو مهام اليخت، فاليوم رح نشتغل بهي المهام ونبلش اول مهمه. لا تنسى اللايك والاشتراك، خليك معنا. فيا جماعه هلا نحن بلشنا باول مهمه باللعبه تبع مهام اليخت. لنشوف شو بقلبها. خاصه الحركه بورا انت شوفها فينا. بنروح هلا على النقطه الصفراء. هذا نازل عم يعلق ومدري ايش، مدري شو صايب الموضوع. شو كأنه هدولي من الأوصل من فوق. من ننزل من ننزل يمكن لتحت ما لا تنصاف. علم ماشي حالك. يلا انزل. مين هذا نزل هيك؟ أنا وين الشباب؟ في هون نقطة حمراء. هدول لازم أوصل يمكن ناخذ الاس ام جي. تعال. لا هذا مو هذا هو. في حرام قتلنا واحد بريء. وين قارب؟ عليكم حلو مات. في واحد لا هذول لازم نقتلهم. والله انا يعني ظلمت حالي، كان لازم نقتلهم بالاول. في هذول الشغلات كانه لازم ناخذهم. شو ما فهمت ايش وشو هلا لازم نعمل؟ بس هيك لازم ندافع. طالعني معك. وقف طالعني معك. خلص يلا يلا روح. بسرعه هلا رح نروح على النقطه الصفراء. يا عفو الله شو هذول؟ لازم نفجرهم. هلا هون الشغل. خلينا نطلع لفوق. لا ليش نزلت لتحت؟ هات الار بي جي على السريع. وين هاي؟ خلصها. رح نروح على هاي الجهه ونطلع لفوق. ليش هذا معلق هون؟ فجر هاي، بس ما بدي اقتل انا حالي. عندنا واحد هون حلو. في واحد عم يتحرك على فكره، في قوارب عم تتحرك. في عندنا طياره فوق، نزل على السريع. اي نزل طياره، نقتل الهاد بسرعه. ليش المشكله المي والله كثير غليظه، بس ماشي حال. اي تعال طالعني يا امير. لا خلص لا طالعني، داخل لك وينك. بنزل بطلع بالمي من طرف هي. خلص مش حال. رح ناخذ هذا لانه كل شوي بنزل بالمي وبطلع، يعني صار لي شي ساعه. ناخذ سي 4. في اشاره بنزين بالخريطه، انا ما بعرف شو هي بتعمل، بس اوكي. هذا اخر واحد كانه مش حاله، دمرناه. اتوقع اذا رجعنا على اليخت بتكون خلصت المهمه. فهلا وصلنا نحن على اليخت، اتوقع هيك بتكون خلصت المهمه. يعني المهمه ايزي اول مهمه، اتوقع ان شاء الله تكون بالمهام الثانيه يكون في شغل اكثر من هيك. اي نصفه لهذا، نصفه هيك شوي. اوكي حلو. نطلع وين الدرج؟ الدرج بليز الدرج، لان ما بحب المي كثير بهي اللعبه. ف يلا ضلنا اصلا لسه الشاب الاخير حتى تجي تخلص المهمه، لنشوف قديش رح يعطونا. ما اتوقع يعطونا شيء كثير، يعني المهمه كانت سهله او يمكن هي سهله علينا. واي بهيك خلصت، نشوف قديش بيعطونا مصاري. هلا هو في دبل، فاتوقع كليات الموضوع على 10,000، فما انا مستاهله. بنوب يا شباب، هي المهمه الثانيه يلي رح نبلش فيها. ان شاء الله تكون محزه اكثر من المهمه الاولى. والله شخصيتك فخامة. يلا على السريع. هلا رح ناخذ طيارة، رح نروح على النقطة نشوف شو القصة. هلا لك هي نقطة هون. ايوه لازم كنا ناخذ الاغراض اللي فيها. كب الطيارة كبها. ليك متت انت؟ نطيت لاني نطيت. هلا حفتح الباراشوت احسن، ما ننزل على شي شغلة. لازم ندور نحن هلا تحت المي. حطينا نحن هلا القناع. على فكرة يا زلمة التفاصيل تحت المي بتشق، أنا أول مرة هيك بشوفها. إن شاء الله نحن في عنا تبعات الهواء. لا بكفينا هذا بزيادة، رح نلمها لهي. تمام لازم نلم، يمكن هدول كم وحدة؟ لازم نلم 10، صارنا لامين 3، كل واحد يعني لامم وحدة. أيوه تمام. تعالي لقلك هذا الصندوق الثاني. الحلم لبعاد لان الشباب هنيك قريبين. هلا نحن صاروا 6 من اصل 10، ناخذ هي اللي هون. ان شاء الله ما تكون بس المهمه عن هي القصه بس، لانه يعني اتوقع ما لا حموت. انت الحموت. نسيت الاكسجين اللي تحت. لا اطلع. شو صار هلا هيك؟ ضل وحده خاصه. ايوه هلا وين لازم نروح؟ ايه على السريع، انا معي حراريه على فكره. تعال طالعنا معك اخوي طالعنا معك ابو القارب. يلا روح. هلا بدنا نرجع كانه على اليخت، ما بعرف في نقطه هنيك، ما بعرف ليش بدنا يرجعونا على القارب، مدري شو صارت القصه هنيك. شو مشان انه في عالم كانه صافي عنا؟ اوف هي الاكيل اللي معي ما شاء الله، يعني كثير ثابته. اي انت هذا قرب. خلينا نقرب شوي. لا نعمل جوا هذول. ليك على الصف اللي اخذينه الشباب اللي حطلع لهم. بمشي عليك يا اخي، دافعين حقه 10 مليون يعني. مو معقول هيك دافعين حقه اليخت 10 مليون. شو هالمسخره هاي؟ والله من جيبتي. اهم شيء نحاول هلا نفضي. لا في واحد هون. تعال هلا ما شاء الله بوت. وصلنا تليفون هلا نشوف. في نقطه بعيده مون نروح عليها. استنى طولي بالك. هلال
تقاطع خلني معه. لك هي انا اكره ما علي السواحه في هاي البلاد. هلا في عندنا هي الزاويه من ناخذها لنشوف. لازم نضرب بهاي. والله هي فخامه على فكره بس بتحرق. ها طلعنا طلعنا لفوق. هي وديني وديني حطني هون خلص. بس رح ناخذ الغناصه ونطلع لفوق. يلا يلا انا جاي. هاي حراريه، هاي قناصه حراريه ترى. لا لازم لح احكي انا عن تطويرات تبع القناصه يعني قريبا. مبين هذا طرف راسه حلو. على فكره الحراريه شو يسمى الموت. ها عندي في شب هون طلع مبين طرف راسه. هذا عم يوس علينا. هذا النقص ما ضل كانه شلنا الاسطول. هذا اللي عم بش عليه هون. هذا مخبي هون تمام. مو اخي نوبات ما في ذكاء خالص. الو هدات. يلا جيتك رح نطلع هلا على التله. في اثنين جوا. في اثنين كانهم مخطوفين. مين هذا؟ انا ما بدي اوس عالم ما دخلهم. زي ما بخاف اوس عالم ما دخلهم. هذول بوتات واقفين هيك منظر. ايوه هذا الكابتن وهذا مرته. الظاهر نحن هربناهم. انت فضي فضي المنطقه ترى. ايه تمام. يلا رح ناخذ هذا القارب على السريع. يلا بدي طالعان لهدول المرتضى. كانه في الغام على يميني. شو هدول؟ شايف شيء؟ ما بعرف اعمل معه. لا ما عم معه. إيه ليش ما عم يطلعوا هدول؟ طلع تخيل يكونوا علقوا. طلع شلون عم يعملوا. ليك عم يتسبح وطلع. ايه قوم زين. قوم زين. ليك راحوا على ثاني. يلا جيتك خيو. انت فنان. كان بدي ادخل بقلبه. ما بيساع على فكره. بس خلص هلال معلش نعتذر. طلعوا قدام الهلال. عم التسبيح. هي بتخلص اذا وصلناهم مو هيك؟ فهلا نحن اذا وصلناهم اتوقع يعني بدنا نخليهم يسرعوا. هلا نحن حنوصل على اليخت ونرجعهم. بس القبطان ليش جايب مرته معه؟ انا ماني فهمان يعني. خلص اختفوا القبطان وبس. وهيك كانه يمكن خلصت. لا تلي بدنا ننزلهم ترى عذبونا لحتى طلعوا اساسا. لا تلي بدنا ننزلهم نحن. تمام. وهي هيك خلصت؟ خلصت حلو. شوف قديش مصاري اتوقع يعني لا لسه اقل من هذيك. وبس وبهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. واذا عجبك الفيديو دعمني بلايك وترك تعليقك تحت بالشيء اللي بترغب يكون موجود بالقناه. كان معكم نوفمبر وسلام.